السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الدرس 15، تعرف خاصية الضرب في 6 و7. كنا عملية الضرب في 1، في 2، وفي 3، وفي 4، وفي 5 درناه. اللي ما شافش الفيديوهات ديال هاد الدروس يرجع لهم، راحنا دايرينهم ديجا وشوفهم. نكملوا هنايا، ركزوا معنا مزيان. اكتشفوا واتمرن، اكتشفوا اتمرن، تحتفلوا سناء. هو في هذه المسائل هذايا شنو خصك تفهم؟ تفهم شنو عاطينك، شنو طالبين منك، ها؟ وركز مزيان. واول حاجه هو تقرا شنو طالبين منك. انت المعطيات هذه كتسمى المعطيات، الحاجه الاولى هي المعطيات، المعطيات اللي ناخذهم باش نبداو العمليه. صافي، شنو المعطيات اللي عندنا؟ تحتفلوا سناء بعيد ميلادها. سناء تحتفل بواحد العيد الميلاد ديالها، اعدت 3 البيضات وجوج تفاحات، تفاحتين وكعكة واحدة لكل شخص. دابا يجيو عند واحد الأصدقاء ديالها، وكل شخص خاصة تعطيه كعكة ديالو قدامه وجوج تفاحات وثلاثة البيضات، كل واحد فيهم تعطيه. يعني دابا جا عند واحد الشخص مثلا، جا عند الأولاني هو هذا، شنو تعطيه؟ تعطيه كعكة وجوج تفاحات وثلاثة البيضات. ثاني جا هذا الشخص مسكين المعاق على الكرسي، خاصة تعطيه كعكة وتفاحتين وثلاث بيضات، كذلك بالمثال البنات الأصدقاء الأخريات. صافي، إذا كم تحتاج سناء من هذه الأشياء لسبعة أشخاص؟ سبعة أشخاص لا يجوا عندها، 1، 2، 3، 4، 5، 6، باقي الأخرين عاد جايين. سبعة أشخاص، كعكة، تفاحتين، 3 بيضات. إذا باش كل شخص يجوا عندها 7، كل واحد ياخذ تفاح، كل واحد ياخذ كعكة، كل واحد ياخذ، كل واحد عطيه كعكة، هما غير هما 7 د الناس. اذا شنو غنديروا؟ غنديروا الكعكة وحده في عدد الاشخاص، كل شخص نعطيه كعكة، كل شخص نعطيه، اذا 7 اشخاص نعطيهم كعكة، كعكة الواحد. اذا 1 في 7 كم تساوي؟ 1 في 7 تساوي 7. كنظن فهمتوا هادي، العدد الكلي للكعكات هو 7، خاصها 7 الكعكات. ما حسب التباصيل اللي كاينه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، تحط كعكة هنا وكعكة، كعكة، 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 كل واحد كعكة، إذا 7 الكعكات. غتحط كل واحد جوج تفاحات، هنا 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 جوج تفاحات، وهنا جوج تفاحات، وهنا جوج تفاحات. إذا جوج تفاحات فاش غنضربوهم؟ في هاد الأشخاص اللي غيكونوا عندنا. إذا جوج هي تفاحتان في 7، إذا 2 في 7 كم تساوي؟ 2 في 7 كم تساوي؟ هي 14. إذا العدد الكلي للتفاحات هو 14. البيضات أتحطني 3 البيضات هنا، 3 البيضات هنا، و 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 3 البيضات هنا. صافي، إذا 3 بيضات لكل شخص. إذا 3 بيضات في عدد أشخاص، في 7، 3 في 7، 3 في 7 كم تساوي؟ و 21 هكذا. إذا العدد الكلي للبيضات هو 21. إذا في المجموع شنو خاصك تشري؟ خاصك تشري 21 بيضة، وتجيب 14 التفاحة، وتصايب 7 الكعكات، باش ملي يجيو عند الأصدقاء ديالها كل واحد تحط له في التبصيل ديالو حقه. صافي، فهمتوا المسألة هذي؟ إذا من المعطيات كنخدمو. ثانيا، أحيط بخط العبارة المناسبة لعد السيارات في الرسم. هما عاطينا السيارة، في كل دائرة كتجمع مجموع ديال عدد السيارات. إذا شحال عندنا؟ 1، 2، 3، في هذه المجموعة 1، 2، 3، شحال هنا؟ 1، 2، 3، 1، 2، 3، 1، 2، 3، 1، 2، 3، في كل مجموعة فيها 3 سيارات، ولكن شحال كيتعدد كيتكرر من مرة؟ 1. هذه هي الطريقة، أنا كنوريكم المنهجية والطريقة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذا 6 سيارات كم تكررت من مرة؟ إذا عفوا، 3 سيارات، 3 سيارات، هاي 1، 2، 3، 3 سيارات كم تكررت من مرة؟ تكررت 6 مرات. 3 هي 3، 3 سيارات في 6 مرات. إذا في نية 3 في 6، 3 في 6 هي هذه، لا 3 في 6 أو 6 مرات 3 هي هذه، 3 في 3 لا، إذا 3 في 6 مرات. إذا أحيط بخط العبارة الصحيحة هي هذه. ستة ديال المرات في 3 ديال الطنوبيلات هي هذه، أو 3 في 6
إذا هذه العبارة الصحيحة. صافي. ثالثا استعمل المستقيم العددي وأعد بسبعة ثم بستة وأجد الجداء كل مرة. الجداء شنو هو؟ هو عدد في عدد، الجداء ديالو شحال؟ هو داك هو الخارج، الخارج كيتسمى الجداء. سبعة في واحد، سبعة مرة واحدة شاطعتنا سبعة، إذا سبعة في واحد كتساوي سبعة، هنا فهمناها. سبعة في اثنان كم عطاتنا؟ 14. سهلة هذه ياك. سبعة في خمسة، سبعة في خمسة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا سبعة في خمس مرات كم تساوي؟ 35. هكا خصكم تخرجوها. سبعة في ثمانية، إذا سبعة في ثمانية مرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ستة وخمسون. ستة وخمسون. الأخضر ديما في الأخضر صافي. سبعة في عشرة، سبعة في عشرة كم تساوي؟ سبعة في عشرة كم تساوي؟ أي عدد، أي عدد كنضربو في عشرة شنو قلنا كنديرو؟ كما شفتو في العملية السابقة اللي درنا، كنجيبو السبعة هنا وكنجيبو الصفر هنا. إذن سبعة في عشرة سبعون، هو نفسه زائد واحد الصفر في جنبه هنايا، سبعون. السبعة كنجيبو هنا، الصفر كنجيبو هنا، سبعون. صافي. ولا شفنا هنايا هي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، نزيدوها الخامسة، نزيدو سبعة أخرى هي العاشرة، تولي سبعة ثلاثة وستون، ونزيدوها سبعة. حفصة إذن 63 و7 هياش هي 70. هنا صافي، حنا فهمناها. نمشيو ديال 6. 6 في 1 هاي 6 هي اللي بالاحمر، بالاحمر. 6 في 1 كم تساوي؟ 6. 6 في 2 كم تساوي؟ 12. 6 في 3 او 6 في 5، 1 2 3 4 5. 6 في 5 30. ستة في ثمانية، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، 48. ستة في عشرة، ها؟ ستة في عشرة كم تساوي قلنا؟ دير الطريقة أو نشوفها هي هنا بداية الأولى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذا شنو كنقولنا؟ هي 60. إذا شنو كنديرو؟ كنقولو كنجيبو هاد الستة هنا والصفر كنجيبو هنا. إذا 6 في 10 تساوي 60. إلى هنا انتهى هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.